هذه مركز بريد الجزائر الاساسي، راك تشوف لاشان كبيره ويومين كيما هكا لي قاب ناقصين. مدينه كيما عين توتا فيها فرد قاب تاع بريد الجزائر وحوالي ثلاثه ولا اربعه تاع لي بوس، وكل ما عندهمش لي قاب نتسالوا عليه. اكبر دار عوا ولا هي وباركه على مستوى ولايه بيتنا. القاب فيها فرد واحد نتاع البريد، وحنا عندنا لهنا ثلاث مكاتب تاع البريد ولا اربعه. كيف هذا القاب هذا واحد يخدم ساعات يقعد ما كانش الناس انت توجه لولايه بيتنا باه تروح تسلك. دكان عين توتا والموظفين بالخصوص راهم يعانيوا في خدمات البريد، يعانيوا بشكل كبير. هنا عندنا هذا القاب هذا، عندنا واحد برك راه يمشي ساعات ثاني يكون حابس. حنا نطلبوا يوفروا اليد العامله داخل البريد ويزيدوا لنا اللي قاب، يزيدوا لنا.